نور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو سأحاول أن أشرح كيف يمكن جعل صوت الفيديو أكثر نقاوة، خصوصا كيفية إزالة ذاك الضجيج اللي كيكون كيتسبب فيه الميكروفون عندما تسجل. إذا عندما ستسجل بواسطة ميكروفون، من الأحسن قبل أن تبدأ بالتسجيل، يعني عندما تبدأ التسجيل، أن تسكت على الأقل لبعض ثواني، شي 10 ثواني ولا 12 قبل ما تبدأ تهضر، حتى يتسجل كل شيء، داك البغوي وداك الضجيج اللي كيكون في لونفيرونمون ديال التسجيل عندك ديال الميكروفون اللي كيسجلوا الميكروفون. كما درت انا هنايا بالنسبه لهذا الفيديو هذا، اذا كتلاحظ هنا بان كاين عندي شويه ديال البغوي. اذا غنشوفوه دابا، نتصنتوا ليه، عرفتوا واش غادي يتسجل على غتسمعوا ولا ما غتسمعوش. عندنا نضغط على هنا، كتلاحظ كتسمع هذا الشاشه، هذا هو ديال لونفيرونمون. عاد كنبدا نهضر انا كنسجل. داكور، الوغ فهمنا دابا هذه المرحله الاولى، اذا ضروريه. فكما قلت في الفيديو السابق عن ملي هضرت على المونتاج بواسطه كامتازيا، فهذه المساله هذه لا تتعلق بكامتازيا، يمكن ديرها لاي فيديو عندك نتايا بصفه عامه. انا كنهضر فقط اللي كيهمني هو الصوت. فكما قلنا في الفيديو السابق، يمكن لي نحيد هذا الصوت هذا بواسطة هذا البوطون هذا، انايبل نوز ريموفل. لأننا راه كندفش في الانجلي، اعتذر لاصحاب الانجليزية. كما كذلك يمكن لك تستعمل هذا اوتو نويز ترينينغ، اذا هو كيختار هذا البغوي هذا بوحدو. اذا حنا ما نهضروش على هذه ليزوبسيون ديال هذا، نهضر على طريقة أخرى أكثر يعني سوفيستيكي شي شوية، وكتطلب واحد البرنامج اخر اللي هو مجاني، يمكن لك تيليشارجيه على الانترنت كما غنشوفوا دابا. اذا كما قلت في البدايه، اول مرحله قبل ما تسجل بقى تسكت شي شويه، واحد 5 ديال الثواني، يعني واحد 10 ديال الثواني في البدايه، حتى تسجل البغوي ديال لونفيرون. نفترضوا الان انك سجلتي الفيديو ديالك هو هذا، وجبتي باغي دير ليه المونتاج. اذا قبل ما تبدا تحيد الصوت، او قبل ما تبدا تنقي الصوت بهذا، اول حاجه ديرها هو دير لا برودكسيون، بعدا هو الاول. ولكن ملي دير لي لا برودكسيون، ديرو صوت MP3. راه كتختار هنا MP3، راه كاين هنا من بين هاد لي زوبس، من بين هاد لي زوبسيون هادو راه كاين الصوت. يمكن ليك تختار انك دير البرودكسيون بالصوت فقط. اذا حنا غنديرو لا برودكسيون بالصوت فقط، دونك غندير سويفون، او غادي نسجلو في الدوسي 2، غندير تيرميني، او غيسجل ليا الصوت ديالي. اذا هو هذا تسجل فقط الصوت بوحدو كما كتسمع الان. هذا البغوي هذا هو اللي بغينا نحيدو حنايا. هذا فيديو تجريبي، الهدف منه هو كيفية ازالة التشويش الذي قد يسببه التسجيل بواسطة ميكروفون. نعم، اذا غنغلقوه دابا، ندير تيرميني لهذا، هذا غنخليه هكذا الان، ما نتوشيش، نخليه بحال هكذا. وغنمشي غنطيليشارجي واحد البرنامج اللي كيتسمى اوداسيتي. هذا الاوداسيتي هو اللي كيعالج الصوت، فهو معقد شي شويه وفيه بزاف ديال لي زوبسيون، لكن فقط غنهضر على اوبسيون وحده. يمكن لك انت تجرب فيه وتدرب عليه شويه بشويه حتى تتعلم ليه احسن طريقه احسن. اذا غنفتحه هو الاول اوداسيتي، غنفتحو اوداسيتي، راه هو ليبر اوبن سورس. دابا نبحثو عليه هنايا اولا باش نتاكدوا اكثر. دابا غدير بحال هكذا وتبحث عليه اوداسيتي، او دا سي تي اوداسيتي، ونبحثو عليه. دابا كيبان لينا اوداسيتي فري اوبن سورس كروس بلاتفورم اوديو سوفتوير. اذا هو راه كاين في www.audacitytheme.org، فريق audacity.org. دونك كتضغط عليه بحال هكذا، هو هذا. اذا هو كيعالج الصوت، فري اوبن سورس كروس بلاتفورم اوديو سوفتوير. Audacity is an easy to use multi track audio editor and recorder for Windows, Mac OS X ainsi de suite, developed by a group of volunteers as open source. اذا هذا لي فولونتير اللي داروا، المتطوعين، وداروه في سبيل الله.
يمكن لك تيليشارجيه من هنايا على حساب اللي عندك، يمكن دير ديال اونلاين ديريكتومون ويندوز، حنا اللي نشوفو ويندوز مثلا، ثم غاتيليشارجيه من هنايا اوداسيتي انستا انستالا انكلوز يوزر مانويل، فيه حتى يعني كيفاش تعلم ليه وكيفاش تخدمو. وكان كذلك زيب فايل سمولر داونلود ويداوت يوزر مانويل، هذا ما فيهش دليل الاستعمال، هذا كاين كاين فيه. دونك انت غاتيليشارجي لوبسيون لي غتناسبك، و الا بغيتي تدور معاهم ضغط على هنا دونات هكذاك. دابا تيليشارجينا كتانستالي كيما كتانستالي اي برنامج، فالشكل ديالو هو هذا اوداسيتي كتفتحو بحال هكذا ودير الفيشيي، دير امبورتي ولا اوفغير وكتمشي كتفتح هذاك اللي سجلنا قبيله من هنا، اللي سجلنا من هنا هذا يعني هذا داك اللي كنا سجلنا على السوفورم ديال ام بي 3، كتفتحو ضغط عليه بحال هكذا ودير اوفغير وكيتفتح بحال هكذا. اذا كتلاحظ بان هاد البغوي هذا ولا بغينا نحيدو، كنضغط عليه بحال هكذا نسمع كتسمع، اذا هاد البغوي هذا بغينا نحيدو داكا. اذا باش نحيدو اشنو غنديرو؟ غنجي الايفكت هنا يعني، ثم اذا كاين لومبليفيكاسيون او دو تشانج، بقى تجرب هذا الخير كامل وشوف كل وحده شنو كدير، ولا قرا الدليل ومنه غادي تتعلم. انا اللي كيهمني هو هذا نويز ريدكسيون، نويز ريدكسيون، غنضغط على نويز ريدكسيون. كيقول لي هنا ايتاب 1 شوازير كيلكو سكوند دو بغوي سول افان كو اوداسيتي ساش سكيل دو فيلتري، كليكي انسويت سور بروندغ لو بروفيل دو بغوي. ثم ليطاب الثانية اللي خصنا نديرو هي سيليكت اول اوف دو اوديو يو وونت فيلترد، تشوز هاو ماتش نويز يو وونت فيلترد اوت، اند دين كليك اوكي تو ريديوس نويز. اشنو كتعني هادي؟ اذا في المرة الاولى غتختار اولا البغوي اللي بغيتي تاخذ منه واحد العينة باش يعرفو اوداسيتي يعرفك اشنو باغي تحيد، ثم من بعد في المرحلة الثانية كتشوازي كل الاوديو اللي عندك كله، وهنا كتريكلي على حساب القدر اللي بغيتي تحيد من هذاك، يعني القدر اللي بغيتي تنقص منه هذاك البغوي. اذا هنا راك انت كتريكلي على حساب البغوي اللي عندك، كتجرب حتى كتريكلي هذه. انا ريكليتو على هذا الجزء هذا على حساب البغوي اللي عندي، اذا دونك اللي بغيت انا هو غوديس وغنقص هذاك البغوي هذا داكوغ. دابا فهمنا كيفاش، دونك غنرجع لهنا نضغط بحال هكذا نو سيليكسيونيس كلشي، كنختار داك شويه من البغوي اللي بغيت عفوا حيدو بحال هكا. راه كدير بحال هكا كتختار على السوري، عندي دائما نفس البروبليم اللي عندي مع السوري هنايا دونك هاد الصباع هذا بعضو، دونك كنختار واحد شويه منه هو هذا، هاد البغوي هذا هو اللي بغيت نحيدو من الفيديو كامل، دونك كنختار منه العينه باش يعرفها اوداسيتي، وكنجي لنويس روديكسيون وكندير بخوندغ لو بروفايل دو بغوي، يعني كناخد البروفيل. دابا خديت البروفيل، من بعد المرحله الثانيه اللي قال لي قبيله غنختار غنضغط هنا كتسيليكسيونا لوديو كلو، وكنجي الايفيكت كنرجع لنويس روديكسيون وكندير اوكي. دابا تلاحظ معايا مزيان بان هذاك البغوي مشى ما بقاش هنايا، دابا غنضغط بحال دابا نتصنتو ليه، دابا ما بقاش نقص داك البغوي هذاك. اذا انت على حساب القدر اللي بغيتي تحيد. اذا صباح الفيديو نقي، مثلا انا بغيت انني نحيد مازال شي حاجه اخرى، مثلا بحال هذا الشيء اللي كاين هنايا، كتلاحظ هذا شويه اخر باقي عندي هنايا. نرجع لهنا وبغيت باش نتصنتو ليه اللي فقط نختارو بحال هكذا، هاد لي دي هادي راه كدفعها كضغط كدفع عليك، دونك تصنتو ليه. دونك كتلاحظ بان باقي هاد البغوي هذا، غناخدو عاوتاني حتى هو باش نحيدو، غندير الايفيكت وندير نويز وندير بخوندغ بروفايل، ثم من بعد عاوتاني نشوازي كلشي لوديو ديالي ونرجع لايفي وندير نويز روديكسيون وندير اوكي. لاحظ مزيان معايا ليه بانه راه نقص ما بقاش، راه نتصنتو ليه دابا كيفاش داير هاد شويه هذا داك البغوي اللي كان واش باقي. انا اعتذر عندي مشكل مع السوري ديالي فوالا، دونك غندير عاوتاني نتصنتو ليه
دونك طلعت بان باقي منه واحد شوي واحد شويه الا سمعتيه ربما ما عرفتش كتسمعوا ولا لا. دونك غنعاود نختاره من جديد غنزيد ليه انا مازال وغندير ايفيكت وغندير نويز ريديكسيون وغندير بروندر بروفايل وغنضغط عاوتاني على كل شيء ونرجع الايفيكت وندير نويز ريديكسيون ندير اوكي وبدا كينقص وهكذا حتى نقي الفيديو حتى نقي الصوت ديالي كله من هذوك الاجزاء اللي يمكن تبرزتني. دونك هنا راه عندك واحد هذه بحال هكا الزوم كتكبر باش يبان ليك اللي بغوي فين كاينين كتسيليكسيونيهم وكتشوف اللي بغوي اللي بغيتي تحيد بحال مثلا من نشوفوا مثلا من هنا لهنا تصنطوا ليه نشوفوا بعدا. اذا الا بغيت نحيدو نحيد هذا الشكل دونك غيحيد لي فين ما كاين هذا الشكل هذا ديال اللي بغوي غيحيدو. غندير بروندر لو بروفايل غنسيليكسيوني كلشي وغندير ايفيكت نويز ريدكسيون غندير اوكي وها هو حيد ليا هذاك البغوي هذا. غنقص شي شويه من سميتو دابا وانت كتقاد في الصوت ديالك حتى كيتنقى مزيان. دابا كتلاحظ بان نقص داك البغوي ما بقاش داك البغوي. ملي كتنتهي منه من المعالجه ديالو كله كتحيد منه اللي بغوي اللي بغيتي كدير ليه انغوجيستري انغوجيستري ولا اكسبورتي اوديو الا بغيتي ديما انغوجيستري البروجي ديالك ديما بقى تاخذ نسخه خليها النسخه الاصليه وبقى تسجل واحد النسخه احتياطي يعني تخلي واحد النسخه احتياطي وحتى كتخدم عليها باش ما تخسرش الاوديو ديالك وتبقى تعاود ثاني من جديد. داكوغ دونك من بعد غدير اكسبورتي اوديو تيست غنسميو تيست 2 هذا هو اللي ولا فيني مثلا نسميو فيني ندير ليه انغوجيستري وهنا راه كيعطيك واحد لا ليست هنايا دخل المعلومات ديالك النوم د لارتيست بيست تيتر د الالبوم الى اخره والسنه والجونغ ديال الى اخره. هذا مزيان انك تزيدو في الاوديو ديالك باش يبقى لك انه ديالك نتايا. دونك داكا دونك غندير اوكي صافي حنا سجلناه دابا كنسد اوداسيتي ديالي انغوجيستري لي موديفيكاسيون افون دو كيتي لا بغيتي تسجل البروجي انا ما غنسجلوش دير نو. داكا كنرجع دابا الاوديو ديالي اللي كان عندي هو هذا الاصلي داكو. انا فقط غادي نحيدو بهذا غنسدو بحال هكا وندير بحال الا ما كاينش ما غنتصنطش ليه. دابا نتصنطو ليه بعدا اولا عاوتاني من جديد لهذا الاصلي اللي عندنا لان راه فيه صداع سمعتي فوالا. الوغ انا غندير ليه غير بحال هكا غنسد هذا بحال هكا ونحيدو باش ما بقاش يبان ليا. دابا راه ما بقاش نسمعو كاع اصلا ما بقاش غيبقى الصوت اصلا. دونك دابا اشنو غندير غندير فايل وغندير امبور ميديا ولا نديرو الطريقه اللي كنا كنديرو ديالي كنمشي للكليب بين ديالي وكنفتح فين سجلت الدوسي ديالي هو التيست هنا هو هذا هو التيست هذا هو اللي فيني نحيدو انا بحال هكذا ونضغط عليه وغنجيبو لهنايا لا ندير لا كوبي منه كوم كيما كنا شرحنا في الفيديو السابق حول المونتاج. ثم غنجيبو ونهز ونحطو هنايا وغنجر بحال هكذا وكيولي ليا بلاصت هذا كنتصنط ليه غنتصنط دابا مبقاش داك البغوي اللي كان في البدايه في البدايه اصبح الصوت عندي نقي. نسد هذا بحال هكذا نرجع لهذا دابا نتاكد بان كل شيء مزيان ديال هذا بحال هكذا وهذا الاصلي اللي كنت سجلت من قبل نحيدو ديليت وغنهبط هذا اللي هنايا وهاني كل شيء الفيديو ديالي ولا عندي الفيديو ديالي نقي ديالي وندير ليه لا برودكسيون ولا عندي نقي. حتى الا بغيتي تزيد ليه شي شويه من بهذا ندير ليه زيدو دير بحال مثلا انايبل وكيحيد لك داكشي اوتو نويز وكيزيد ينقيه اكثر. روموف كليبين روموف كليكس اوسي
بغيت يزيد شويه من الصوت يتزاد شي شويه كبار بحال هكذا نزيدو بحال هكذا كيولي عندي الصوت ديالي نقي ومقاد مزيان نتصنتو ليه دابا إذن وهكذا انت لقيتي الصوت ديال الفيديو ديالك ومن بعد ديري لا برودكسيون هاد المره ما بقاش ديري ام بي 3 هاد المره ترجع الفيديو باردون مثلا ماشين دونك باش يكون ام بي 4 ودير مباشره تيرميني وغيدير ليه لا برودكسيون لا فيديو ديالك بعد ما تكمل منه وتنقي وتحيد منه وتزيد شنو باغي تزيد هذا هضرنا عليه في الفيديو السابق الا ما كنتيش عارف علاش كنهضر يمكن لك ترجع الفيديو ديال المونتاج اللي كيبان لك دابا من الفوق الرابط ديالو ضغط عليه الا بغيتي تفرج فيه فهاد الفيديو هذا من الفوق فهاداك الفيديو فاش كتفرج دابا راه هو كاين الفوق غادي يطلع انتهى الفيديو غندير تيرميني خرج الفيديو ديالي خرجت الفيديو ديالي غنمشي للدوسي نيميرو 2 درنا انديت له هو هذا اللي عندي هو هذا باردون هذيك ماشي هذيك اش غنضغط ما بغيتش انا هذا بغيت لا فيديو هي هذي هو هذا لا فيديو ديالي غنتصنتو ليه كتلاحظ انا مبقاش داك الصوت داك الديرونجمون ديال الفي ديال الصوت صباح نقي مزيان اذا كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم الا كنا كنقدموا لكم شي حاجه كتفيدكم اشتركوا معنا في القناه وتقاسموا معنا الروابط ديال القناه والروابط ديال المحتوى ديالها بطبيعه الحال إذا كان مفيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.